صباح مشمس جميل في أرمينيا وجولة جميلة مع آرارات للسياحة. هذا اليوم ضيفنا الأخ ماجد التميمي. يعطيك العافية صراحة والله. حاش برقوق وده ياكلها، شوفوا شلون طيبة بالعافية. حبيبي الله يعافيك. شلون المكان جميل؟ ما يحتاج والله. احنا ما دام وياك أمور طيبة. حبيبي. الله يسلمك. أهلا وسهلا. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken, space tree flying through the skies and petals happen everywhere. أين ستكون جولتنا لهذا اليوم؟ وفي أي منتجع سنقيم هذه الليلة؟ الفيديو لتتعرفوا على الأكواخ الجميلة التي سنقضي الليلة فيها. إنه اليوم الثالث الذي سواحنا يقضونها خارج يريبان، ليلتان في منتجع صاركازون وليلة في ديليجان وغدا في جيرمو ومن ثم العودة إلى يريبان. كل المتعة تجدونها مع آمارات السياحة وبدون غرور. ولكي أتمكن من التواصل معكم يجب عليكم أن تحددوا لي تاريخ الوصول والمغادرة. قبل كل شيء حدد لي تاريخ الوصول والمغادرة، تذكر لي عدد الأشخاص وأعمار الأطفال إن وجد أطفال معكم، وأهم من كل ذلك تكتب لي اسمك واللقب، وأتمكن من متابعة تنظيم الباكيج الخاص بك. لا تخلي اسم وهمي، لا تخلي لي علامة استفهام بدل الاسم أو مجرد رقم أمامي، لأن الكثير من الأرقام اللي تجينا اتصالات بدون اسم بصراحة ما أتابعها. مع أهرارات للسياحة بإمكانكم الاستمتاع في أرمينيا في أربعة فصول، سواء كان فصل الربيع أو الصيف أو الخريف أو الشتاء. احتمال تتساءلون لماذا السيارة فارغة لا يوجد فيها سواح، أين متوجه أنا؟ أنا متوجه إلى منتجع صاركازون لأنه اليوم الثالث لسواحنا الذين يقضونها في منتجع صاركازون. كل ما يتطلب منكم هو أن تطلبوا منا باكيج سياحي لمدة أسبوع أو 10 أيام، ونحن سنتكفل بتنظيم هذا الباكيج من الاستقبال إلى التوديع باستثناء تذكرة الطائرة والفيزا. صديقكم هايك دانيال، آرارات للسياحة في أرمينيا. وأخيرا وصلنا إلى الأكواخ التي سنقيم في هذه الليلة. إنها أكواخ كوزي، كوزي هاوس.
where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. تترك ميرسي جان. Thank you.